قال ولمسلم وليعظم الرغبه فان الله لا يتعاظمه شيء اعطاه، عظم الرغبه اكثر من الطلب لا يعني لا تقلل الطلب اكثر من الطلب ولذلك الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالني كل مسالته فاعطيته ما نقص ذلك من ملكي شيئا الا كما ينقص المخيط اذا ادخل في البحر الله اكبر المخيط هي الابره الكبيره هذه الملساء اذا ادخلتها في البحر ثم اخرجتها كم نقص من البحر ولا شيء يقول كذلك الامر اذا اعطى كل واحد مسالته صور من الاولين والاخرين والانس والجن وفي وقت واحد واعطى كل واحد مسالته لا ينقص من ملكه شيء سبحانه وتعالى وذلك لكمال ملكه وعظيم ملكه جل وعلا فالانسان لا يتعاظم الله تبارك وتعالى يقول هذا كثير على الله لا ليس شيء على الله كثير ويذكرون من طرائف الامور ان رجلا كان عند الكعبة فيسأل الله تبارك وتعالى يريد الدنيا فيقول يا رب خمسة ملايين يبي فلوس يقول يا الله يا الله خمسة ملايين يا رب ارزقني خمسة ملايين فصاحبه بجانبه ضربه هكذا قال يكفي مليون مليون زين قال يكفي مليون سألتك انا طالب منك انا انا طالب من الله من الكريم شو حتى هو ما طلب منا مستعظم وهو لم يطلب منهم واستعظم الامر خمسة ملايين كثير يقول انا ما طلبت منك انا طلبت من العظيم طلبت من الكريم، طلبت من الجواد سبحانه وتعالى ولذلك قيل وتعظم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم وتعظم في عين الصغير صغارها لانه صغير وتصغر في عين العظيم العظائم مهما ظننت انها عظيمه فهي عند الله لا شيء تصغر عند الله فأعطيت كل واحد منكم مسألته او منهم اعطيت كل مسالته ما نقص ذلك من ملكي شيئا لكمال ملكه وعظيم ملكه وسلطانه سبحانه وتعالى